الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني، اليوم جبت لكم شرح جديد كيفية يعني إزالة أفاست من الحاسوب، كما ترون هنا، من الحاسوب مجربة وآمنة. الطريقة الصحيحة، هذه الطريقة الصحيحة. يعني أنا سجلت الفيديو، يعني كنت في الوضع الآمن لإزالة الأفاست، لكن لم أنتبه بأن الصوت يكون أيضا. المهم، سأعرض لكم أمامكم الفيديو وأريكم الخطوات. كما ترون، هذا هو الفيديو هنا في الوضع الآمن. سأشغل الفيديو. كما ترون هنا، إذا لاحظتم لا يوجد صوت، لا يوجد إنترنت، يعني في وضع الآمن، موتسوني شاك. تأتي الخلفية سوداء مثل هذه. المهم، نذهب بروبرتيز، بانو دو كونفيغوراسيون، هنا لأريكم نسخة الويندوز، عفوا نسخة الأفاست خاصتي. هنا كما ترون، أفاست فري أنتي فيروس. المهم، نبدأ على بركة الله. هنا رابط تحميل أداة لإزالة، سأضع لكم اسم المدونة. هذا الرابط لإزالة أفاست. تم تحميل أداة من شركة أفاست، يعني موقع الرسمي. نذهب إلى الأداة، هذه هي الأداة. أولا، عفوا، نذهب إلى، نضغط زر ويندوز و R Run، ثم نكتب MS Config، ثم نضغط OK. هذا قبل، يعني قبل، هذا هو كيف تشغيل الوضع الآمن. سنة هنا تأتي، ثم نذهب إلى ديماراج، نذهب إلى ديماراج هنا، ثم نضع الخيار هنا، نخلي الخيار هنا لن تكون هذه مشطبة، نشطبها مينيموم، ثم تضغط أوكي. سيعيد أبليكي، ثم أوكي، ثم يعيد تشغيل البرنامج، يعني عفوا سيعيد الويندوز إعادة تشغيل، ويأتيك هكذا في الوضع الآن. المهم، عند فعل هذه الخطوة يأتيك هكذا. نذهب إلى هذه الأداة التي حملناها، نضغط بالزر الأيمن للفأرة، ثم رن على أزاد من استعداد. ننتظر قليلا. يعني هنا مكان الفيديو كما تقرؤون هنا، لتركيب البرنامج، وهنا دليل لتركيب بيانات مهم خاصة بالبرنامج. وهنا أهم خطوة، هي اختيار الإصدار، إصدار خاصتي. كما ترون هنا، أنا تاعي أفاست أنتي فيروس، لكني سأختار أفاست بريمير لأنني لم أزله من قبل بالطريقة الصحيحة. نضغط على متابعة، ثم سيقوم بإزالة البرنامج. يعني هو ليس مثبت، لكنني لم أزله من قبل بالطريقة الصحيحة، أتأكد فقط من إزالته. المهم، هنا انتهى. سأقدم الفيديو قليلا. سيقول لنا هنا اعد تشغيل، لكنني لم اعد تشغيل لأنني أسجل طبعا في الفيديو. المهم، والآن سأعاود يعني إزالة أفاست في أنتي فيروس. نضغط على فري أنتي فيروس هنا، ثم كونتينيو. سيقوم بالإزالة هنا. هنا اكتملت الإزالة. كما ترون، سيختفي أيقونة أفاست فري أنتي فيروس. كما ترون، يجب إعادة تشغيل الجهاز، يجب إعادة تشغيل الجهاز. كما ترون، هذه الطريقة. المهم، أكرر وأعيد الكرة، إذا لم تقم بنزع أفاست أو أي برنامج أنتي فيروس هكذا بهذه الطريقة الصحيحة، سيبقى تستطيع أن تقول يبقى في كفيروس عالق في الحاسوب، يعني لن يذهب بسهولة. هذه الطريقة الصحيحة. المهم، أتمنى أن يكون هذا الشرح قد أعجبكم، واعذروني على هذه الطريقة لأنني لم أكن منتبها. المهم،
اذا عجبكم الفيديو اضغطون لايك وشيرون يعني وسبسكرايب للقناة من فضلكم، والى اللقاء في دروس اخرى. دمتم.